تعرف الدلافين بأنها أذكى الثدييات الموجودة في عالم البحار، لكن هذا لا يعني أنها ليست عرضة لشياطين البحر. أسماك القرش الكوكي الكعيكة، ولكن لا ينبغي أن يعني اسم أسماك القرش الكوكي كاتر أنها لطيفة. للأسف لا، فإن العكس صحيح. القصة لا تنتهي عند هذا الحد، فأنت لم ترى بعد أهوال السمكة مصاص الدماء التي يمكن أن تلتهمك من الداخل إلى الخارج. إذا كان هذا لا يثير اهتمامك، فماذا عن حيوانات تمتلك مجموعتين من الفكوك؟ مصاص الحجر. عادة ما تكون الكائنات البدائية التي لا تتغير كثيراً أو بدون تغيير على مدار 340 مليون سنة هي الأكثر دموية وفتكاً. في الواقع تمكنت هذه الأسماك الشبيهة بالأنقليص من البقاء على قيد الحياة خلال أربعة أحداث انقراض رئيسية على الأقل. إذن ما الذي يجعل مثل هذه الأنواع مفترسة ناجحة؟ ببساطة لأنهم قتلة، وهم بارعون للغاية فيما يفعلون. على سبيل المثال، خذ فم الشفط على شكل قرص. هذه الأسنان الشبيهة بالدوامة تجعلها تبدو وكأنها مخلوق فضائي، ولكن عندما تلتصق هذه السمكة شيئاً ما فمن المستحيل التخلص منها. تستخدم لسانها الخشن لفرز مادة تذيب لحم الضحية حتى تتمكن من امتصاص الدم. يمكن أن يقتل مصاص الحجر حوالي 40 رطلاً من الأسماك كل يوم، لذلك كان على لجنة مصايد البحيرات الكبرى أن تتحكم في عادات أكل هذه المخلوقات الغريبة، وإلا فلن يكون هناك المزيد من السمك الأبيض والفرخ الأوروبي وسمك الخفش حتى نأكله. أقام علماء الأحياء الميدانيون حالياً حواجز ومصائد في مجرى النهر لمنع حركة هذه الأسماك، حتى إنهم طوروا مبيدات تستهدف يرقات مصاص الحجر فقط، وهي آمنة تماماً للحيوانات الأخرى. السمكة ذات الفم المتمدد فرينغهيد. أحياناً تأتي الطبيعة مع حيوانات مرعبة ونعطيها اسماً غريباً. خذ هذه السمكة ذات الفم المتمدد على سبيل المثال. في الحقيقة أفواههم الكبيرة كبيرة جداً لدرجة أنه يكفي لابتلاع أي شيء. تفتح فمها كمظلة وتتثبت على أي مخلوق لا تحبه أو تريد أن تأكله مثل فخ الدب. استراتيجيتهم هي الاختباء في أي زاوية يمكنهم العثور عليها، ثم الهجوم على أي شيء يقترب من المكان بقوة، وهذا يشمل البشر المساكين الذين يحبون الغوص. إذا كان هناك منافس ذكر آخر يقترب، فسيخوضون معارك غير مريحة للغاية. يفتحون أفواههم ويقتربون لبعضهم البعض وكأنهم على وشك أن يلتهم أحدهم الآخر، بينما في الواقع يحاولون فقط أن يثبتوا من هو الأكبر. السمكة الصخرية. سواء كنت قد رأيته أم لا، فإن المحيط به عدد كبير من الكائنات السامة مثل قنديل البحر وما شابه، لكن دعنا نركز أكثر على الأسماك الحجرية أو الصخرية. بداية، إذا كنت تتساءل عن شكلها، فاعلم أنك ربما لن تراها بفضل مهارات التمويه المذهلة التي تتمتع بها. تم بناء أجسادهم بحيث لن تكون قادراً على التمييز بين الشعاب المرجانية وأجسامهم المسطحة، وهذا ما يجعلهم صيادين مهرة. عادة ما يظلون ساكنين حتى تسبح السمكة بجوارهم ويبتلعوها، لكن هذا ليس كل ما يفعلون، حيث يمتلك هؤلاء المختبئون المحترفون حوالي 13 عمودًا على ظهورهم يطلقون السم. المشكلة أن معظم الوفيات التي تسببها تحدث فقط عندما يدوس عليها شخص دون أن يعرف، ووفقًا للناجين يبدو الأمر وكأنه ضرب بمطرقة ثقيلة على كل مفصل وعظمة. مهاجم الرمال، دودة بوبيت. معظم الديدان لديها شخصيات لطيفة لا لون لها من الخارج ولا شيء يجعلها تستحق التذكر، لكن الديدان بوبيت هي حفلة قوس قزح متلألئة من الرعب. بخلاف المظهر الخارجي المتقزح، لديهم تقنية تغذية معقدة للغاية. أولاً، لديهم بلعوم يمكن أن ينقلب من الداخل إلى الخارج، وله عظام قوية للغاية وشبيه بالأسنان في النهاية. على الرغم من كونها تتمتع بمنظر مثير للاهتمام، فإنهم يحبون البقاء مختبئين بين 10 إلى 40 متراً على قاع البحر، مع إظهار بلعومهم الشائك فقط. عضتهم قوية جداً وخاطفة لدرجة أنه يمكنها قطع أي مخلوق في المنتصف، بما في ذلك البشر. عادة ما تحب هذه الديدان البقاء في قاع المحيط الدافئ،
ولكن تم العثور على واحدة منها في حوض السمك في المملكة المتحدة. تم إفراغ الحوض بالكامل من صخور المرجان والنباتات لأن هذا الكائن الوحش يسرف في كل شيء. تم أيضاً الهجوم على مجموعة الموظفين، وحتى إن الخطافات التي بها طعم تم هضمها. أخيراً، إذا اقتربت دودة البوبيت من الإنسان يمكن أن تسبب لدغة خدراً دائماً في البشر. السمكة المخاطية، الأسماك المخاطية عملياً أبناء عمومة من الأنقليص القديمة، باستثناء أنها فازت بلعبة التطور. فمن المستحيل جسدياً أن يهجم أي حيوان مفترس على هذه الأسماك بسبب كل التكيفات المذهلة التي طورتها بمرور الوقت. أولاً وقبل كل شيء، لديهم أسوأ بشرة مترهلة قد تصادفها على الإطلاق، لكن هذا الجلد المترهل يساعدهم في الواقع على تفادي أسنان المفترسين الأقوياء. أيضاً نظراً لأن الجلد غير متصل بأعضائهم الداخلية، فإنه يساعد على تجنب أي ضرر قد يحدث لأعضائهم. في البداية اعتقد العلماء أن جلدهم مقاوم للثقب مثل الجلد. اتضح أنه فضفاض للغاية، بحيث لا تستطيع الحيوانات المفترسة أن تعض بالكاد على أعضائها الداخلية. وهذا ليس أغرب شيء فيها. دعنا نتحدث عن طبقهم الخاص، سلايم الذي يقدمونه لكل حيوان مفترس يأتي. إنهم لا يبدون مثل الأشرار في معظم الوقت، ولكن عندما يخافون يمكنهم إنتاج الكثير من السلايم الذي يخنق المفترس. تخيل سمكة تفترس هذه الأسماك البدائية للحصول على قضمة سريعة، لكنه ينتهي بها الأمر بالموت. إنه لشيء صادم. إلى جانب هذه المادة اللزجة، فهي أقوى من النايلون بعشر مرات، على الرغم من كونها أرق بمئة مرة من شعرة الإنسان. البيرانا أو السمك الضاري. لا يوجد فيلم مغامرات واحد يكتمل بدون مشهد سمكة البيرانا تأكل اللحم البشري. فليس كل أسماك الضار المفترسة متشابهة، بل تلك ذات البطون الحمراء التي لديها أسوأ شهية. في موسم الجفاف، عندما لا يكون هناك طعام كثير ومستويات المياه منخفضة، يمكن هذا أن يؤدي أيضاً إلى العديد من الهجمات. تتميز بفكيها القويين، ونظراً لأنها لا تحب الشعور بالضيق، فإنها ستلدغ أي شيء تقريباً. عندما يتعلق الأمر بالبشر، يمكنهم بسهولة أن يعضوا أيدينا وأن يلتهمونا في وقت قصير. في كثير من الأحيان يعتقد الناس أن أسماك الضاري المفترسة ليست تهديداً قاتلاً للبشر. في الحقيقة، لديهم معدل سريع في التهام أي شيء يحتوي على القليل من اللحم. كانت هناك قصة عام 2015 عن فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات سقطت في الماء وأكلتها هذه الأسماك الشيطانية. لقد جردت أسنانهم الحادة اللحم من ساقيها، لذلك ربما لا تكون مثيلات وسائل الإعلام حول هذه الأسماك خاطئة بعد كل شيء. روبيان السرعوف. يبدو الروبيان السرعوف وكأنه مضيف برنامج ألعاب بسبب أجزاء جسمه الملونة غير التقليدية وعينيه المرحتين، لكن الحقيقة أنه لا أحد يجرؤ حتى على العبث مع هذا المخلوق. يمكن للروبيان السرعوف أن يضرب فريسته حتى الموت. ليس هناك الكثير من المخلوقات البحرية تلكم، ولكن هذا المخلوق يفعل. قوته تعادل قوة رصاصة من عيار 22. لديه 2 من الملحقات الجارحة في الجزء الأمامي من جسمه، والتي تستخدم لضرب فرائسهم. تحتوي هذه القبضة الصغيرة على نوع من النظام المحمل بنابض يمكنه التسريع حتى 50 ميلاً في الساعة، ثم توجيه ضربة هائلة تبلغ 1500 نيوتن. وتساعد هذه القوة الكبيرة على تحطيم أي سلطعون أو صدفة. نظراً لأنها شديدة العدوانية، فإنه يتم إلقاء هذه اللكمات والضربات بمعدل مرتفع جداً، بحيث لا تتمكن فريستها من الهروب. علاوة على ذلك، لديهم نوع من العيون البارزة التي تمنحهم بصراً ممتازاً، لذلك حتى لو حاولت فريستهم أن تهرب فلن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يلاحظ ذلك. بشكل عام، إنها فكرة سيئة للغاية أن يعبث أحد مع تلك المخلوقات، لأن لكمتهم المحطمة السريعة تنتج الكثير من الضوء والصوت الحراري، بحيث يمكن أن تؤذي آذان الإنسان. كانديرو. كانديرو سمكة يخافها البشر منذ القرن 19، على الرغم من طولها بوصة واحدة فقط. المخيف أنها في الواقع طفيلية، وتستخدم أشواكها لربط نفسها بخياشيم الأسماك الكبيرة. لكن ماذا عن الهجمات البشرية؟ حسناً، هناك القليل من الحكايات التي تدعي أن هذه الأسماك سبحت إلى أعضائهم أثناء تواجدهم في المحيط.
يدعي بعض الناس أنه عندما تدخل السمكة في أعضائهم فإن الطريقة الوحيدة للتخلص منها أن تكون من خلال البتر. تعيش هذه الأسماك في الغالب في حوض الأمازون، لذلك حاول ألا تسبح كثيراً في هذه المناطق. بسبب شفافيتها وسرعتها السريعة فمن الصعب جداً رؤيتها تسبح حولها. يستخدمون هذه الصفات لإيجاد فتحة في أي سمكة أحياناً يعيشون في الخياشيم لفترة طويلة. في أوقات أخرى يدخلون الجسم ويتجولون هناك حتى يجدوا ما يكفي من الدم لملء بطونهم. في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب هذه الوحوش في نزيف الجسم المضيف وحتى الموت. أسوأ ما في هذا أن ضحايا الهجوم بالكاد يخرجون أحياء لأنهم فقدوا الكثير من الدم بحيث يجعلهم أضعف من أن يقاتلوا. الحوت القاتل. تعتبر الحيتان القاتلة من الحيوانات المفترسة، مما يعني أنها أخطر القتلة، بينما تظهر أسماك القرش البيضاء الكبيرة على أنها خطيرة فقط بسبب حجمها. من ناحية أخرى، ستفعل الحيتان القاتلة أي شيء لحماية وإطعام الصغار. الطريقة التي يصطادون بها هي التجمع في مجموعات، ونظراً لأنهم بالفعل حيوانات ضخمة من المستحيل الهروب منهم عندما يجتمعون، ونظراً لأنهم أذكياء جداً فيمكنهم العمل معاً في وئام تام. إنهم لا يطاردون فريستهم بل يضربونها بفيولهم ثم يلاحقونها. في بعض الأحيان ينسقون أنفسهم لتكوين موجات قوية بما يكفي لطرد فرائسهم من الجليد العائم في الماء. عندما يخططون لهجماتهم بدقة شديدة فإنهم ببساطة ينصبون كميناً للفقم المسكينة الصغيرة قبالة الساحل. الدلفين الذكي. الدلافين لطيفة للغاية، وخاصة الدلافين ذات الأنف القاروري، وهي كائنات ذكية ولكن استراتيجيتها في الصيد يجعلها مخيفة بعض الشيء. يستخدمون تقنية تتضمن حلقات طينية للقبض على بعض الفرائس، حيث يدور أحد الدلافين في قاع المحيط ويقوم نوعا ما بركل التراب تحته بحيث يتسبب في عاصفة ترابية تحت الماء. تربك هذه الفوضى الأسماك، وعندما تحاول الفرار تقوم الدلافين الأخرى بالاندفاع نحوها لأكلها. تم توثيق هذه الظاهرة لأول مرة في فلوريدا، ولكن حدث الشيء نفسه بعد ذلك في منطقة البحر الكاريبي. هذه ليست هي نهاية تقنية التغذية المخيفة هذه، فقد يستخدمون أيضاً طريقة أخرى تسمى ركل الأسماك. ما يفعلونه هو ركل السمكة بالحافة الأمامية لذيلهم ورميها إلى الجانب الآخر من الماء، ثم يسبحون إليه بسرعة ويلتهمون السمكة المصابة. من كان يعرف أن هذه الأسماك الأنيقة كانت قاسية جداً؟ إن قوة المعرفة تنقلك حقاً إلى الجانب الشرير. الشيقات. قد تجعلك هذه المخلوقات العدوانية تعتقد أنها نوع من الأنقليسات أو الثعابين البحرية، لكنها في الواقع أسماك. ومع ذلك ليس لديهم قشور أو أي زحانف في كل مكان، إنهم مخلوقات هادئون. في بعض الأحيان يتركون الأسماك والروبيان المنظف ينظفون أفواههم، وهنا تبدأ المشكلة. يمكن أن تساعد أسنانهم ذات الهياكل الطويلة والحادة الشبيهة بالإبر في عض الأسماك الأخرى أو حتى الغواصين بقوة كبيرة. علاوة على أسنانهم الرائعة، لديهم أيضاً مجموعة ثانية من الفكوك. فك الفم هما الفكاك العادية، ومن ثم لديهم زوج من الفكين البلعومي الذي يظهر عندما يحاولون حشو الفريسة في أفواههم. بطريقة ما يمكنهم تقيؤ مجموعة جديدة من الفكاك حتى يتمكنوا من تناول وجبة ثقيلة. كانت فكاكهم القابلة للتمديد فعالة للغاية، لدرجة أن الباحثين لم يتمكنوا من رؤيتها في البداية، لكن عندما فحصوا نسخة بطيئة من اللقطات وأخذوا بعض تسجيلات التصوير أدركوا ما كان هؤلاء الفضائيون يخبئون داخل أفواههم. قرش الكوكيكاتر. ربما يجعلك اسم سمك القرش الكوكيكاتر تفكر في مخلوق صغير لطيف ذي عيون خرزية، لكن الحقيقة الأمر أعقد من ذلك بكثير. لديهم مجموعة معينة من أسنان اللؤلؤية التي تتيح لهم اقتلاع قطع من اللحم على شكل كعكة. ليس شيئا حلوا على الإطلاق. تستخدم فكاكهم للعض، ولا يوجد سوى ثلاثة أنواع من أسماك القرش الكوكيكاتر، وقد تمكن الثلاثة من مهاجمة العديد من الحيوانات المفترسة ذات رتبة عالية. خذ الحيتان والدلافين وحتى حيتان الأوركا كمثال. نعم، هذه السمكة التي تخاف منها الدلافين بشدة. في بعض الأحيان يذهبون وراء أسماك القرش البيضاء لانتزاع جزء من أجسامهم.
لا تنمو أسماك القرش هذه أبداً أكثر من 18 إلى 20 بوصة، وتعيش في المياه العميقة بعيداً عن الحشد المبهرج. لا يعرف العلماء الكثير عنهم لأنهم يعيشون في الأسفل، ومع ذلك فقد شوهدت على ما تعضهم المميزة على العديد من الأنواع. ولهذا السبب عرف بعض العلماء أن هناك شيئاً مريباً يحدث في الأسفل.